وهي اخسر الخساره يا ابني، انه تخسر نفسك. تخسر نفسك، اذا خسرت المال بيتعوض، واذا خسرت الجاه بيتعوض، واذا خسرت كل شيء بيتعوض. اما تخسر وجودك، تخسر نفسك، هذا اللي ما بقى يتعوض. اذا خسرت نفسك فلا تتعوض هذه الخساره مطلقا. ليش؟ انه اللي بيخسر نفسه ما عاد في له مورد يستورد. خسرت الاصل، فاللي بيخسر الاصل شو بيطلع منه؟ يعني شجره قطعنا الشرش تبعها، شو بيطلع منها؟ باخر السنه كم ثمره بتحمل؟ ولا ثمره، الشرشه راح. ممكن تكون مزروعه بالارض، لكن جيت انت وقطعت هالشروش الناعمه الرفيعه، الشجره الها شرشين، الشرش الطين يلي بيمتد بالارض هذا لتثبيت الشجره، والشرش الرفيع هذا اللي بيمتص المي وبيدفعه الى الاوراق ولو كانت على ارتفاع 5 امتار و7 امتار. فجيت انت الى العروق الرفيعه هي وقطعتها، باخر السنه كم ثمره بياكل من الشجره؟ ولا ثمره، الشجره بتبس واذا يبست ما بيت تثمر. فيلي بيضيع الاصل ما بيشوف شيء من ثمره ولا من فرعه. فهؤلاء خسروا انفسهم، وانت نفسك هي سعادتك، فاذا كسبت نفسك بسعادتها بتصير من السعداء، والا فانت اخسر الخاسرين في نفسك وفي حياتك. فلو ان المسلم يوعى نفسه لما ترك الانسان ما ترك مجلسا من مجالس الايمان الا وهو يجالسه حتى يكسب نفسه. النفس يا احبابي، لو حبيت اشرح لها لكم بوجود هالآية هي، اولئك الذين خسروا انفسهم. النفس لحمثلكم اياها بمثال. النفس جبل عظيم، النفس جبل، جبل عظيم شاق الطريق، طريقه فيه مشقة للوصول إليه كثير، لا يصل إليه إلا أصحاب الهمم التي لا تنثني أمام العزائم. مهما كانت العزائم شديدة ما بتنسنيها الهمة أمام هذا الجبل. على رأس الجبل يوجد الشيطان، برأس الجبل. الطريق إلى الجبل وديان كلها وعرة، وكلها أشواك، وكلها عقبات ووهود، طلعات ونزلة وحجار وصخور، وفي الأفاعي وفي العقارب وفي اللصوص كمان. فبدك تتخطى هالعقبات والأشواك والأفاعي والعقارب واللصوص، وانت طالع المنادي عم يناديك، يلي فوق شو عم يناديك؟ عم يحذرك، يقول لك اوعى تطلع، ها اوعى تطلع، هلا بتتزحلق، اوعى تطلع هلا بيجوا عليك الحرمية، اوعى تطلع. عم ينبهك، عم يحذرك من الطلوع، ما عم يحذرك حتى تصل لفوق، عم يحذرك مشان ما تصل، بده يقطعك عن الوصول الى قمة الجبل يلي هي النفس، قمة لفوق. فعم يحذرك، فاذا كنت صاحب همة وقاصد وطالب، لا بتسأل عن الوديان ولا عن الاشواك ولا عن الافاعي ولا عن اللصوص، تترك ولا بتلتفت للمنادي اللي عامل لك لا تطلع لا ترتفع، تترك الكل وبتصعد بهمة وعزيمة وإمضاء، ولو جرحت، ولو وقعت، ولو انكسرت إيدك، بتتمك طالع حتى تصل. فإذا وصلت إلى القمة لفوق مع كل هالنداءات ومع كل هالأشواك، وصلت للقمة لفوق،
تجد في تلك القمة الأمن والأمان، تجد الأمن والأمان، وتجد في رأس هذه القمة جميع الملذات التي كنت تريدها وجميع الطلبات التي كنت تقصدها، فتجد الفلاح وتجد النشاط وتجد المال، تجد العزيمة. هذا إذا الإنسان طلع، فإذا بلغ إلى رأس الجبل فر الشيطان منه، فبقيت في ثبات إيمانك وتقواك لا يتزلزل. فالنفس شيء صعب، طريقها وعر، ما بيصل إلها إلا صاحب القوة والعزيمة يلي أراد الله ورأى أن الله أعظم من كل شيء، فتخطى كل العقبات وتخطى كل الصعوبات وسلك حتى يصل إلى القمة لفوق. أما في الطريق أوعى من اللصوص هربت، أوعى من الأشواك هربت أخي، أوعى تطلع في قدامك كذا وكذا تركت، هذا ما بيحسن يصلي. يلي بده يصل إلى قمة النفس يلي هي الروح، يلي بده يصل لفوق بده يتحمل من عقبات، وإلا أولئك الذين خسروا أنفسهم.